لكت مع لينا الطهطاوي كل يوم حد وثلاث من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. كفاية كده مع خالد جواد كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 4 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بلديات مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. بوب ماله بوب؟ عامل ايه؟ انت فين يا معلم؟ محدش بيقول لي والله انت عامل ايه. انا كويس الحمد لله. لا لا انا نو كومنت. عجبني انا اتبسطت ما عنديش اي مشكله خالص الحمد لله يا رب. لا صراحة زي الفل يعني من ساعة ما ابتدينا المسابقة كلها وراديو ستار بالنسبة لي أحسن أداء. حسيت بالفرق ما بين كلاكات وكفاية كده وبلديات حتى كلهم فيهم أنرجي والأنرجي مختلفة. خير الكلام حلو جدا. أنت كنت عطشان شوية؟ أنا لغاية دلوقتي عطشان. هي بس ريقك ناشف بس ده عادي ده مش معناها أنك مش كويس ملهاش دعوة بس كنت محتاج تشرب شوية مية. غير كده لا تمام بالنسبة لي. انا عندي ملاحظه طبعا الاداء ممتاز. خد بالك ان انت مشعر على اسامه منير. هي ميزه وعيب صح. فخد بالك حاول تعمل اي لقطه بتون مختلف غصب عنه. أنا فاهم. غصب عنه احنا هنا بنقول الملاحظات الصح. هو في الاخر صوته غصب عنه فاهم بس لا يقدر يتحرك في الدليفري. يعني اللي انا سمعته ده لو انا مغمض عيني انا بسمع اسامه وده كويس دي حاجة بس هي بس ميزة وعيب طبعا فاخد طبعا. بالك بس ممكن غير كده طبعا أداء حاجة أخذ برا الدنيا ديها كفاية كده قولوا تاني بأداء تاني ومن غير مزيكا ولا أي حاجة يعني معلش سامحني بأداء تاني غير غير الأداء اللي انت قلته غير أدائك انت راجل فويس أوفر. أوكي. كفاية كده مع خالد جواد كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ايوه كده مش يعني مرور لس في نفس السكه دي حاضر. يعني خد بالك أوكي. لانه اللقطه دي هيختلط الامر على ناس كتير ان اسامه ده شغل اسامه فاهم قصدي بس طبعا الاداء لا لا شكرا. يعني لا تعليق. لا برافو الصراحه. برافو يا محمد. طيب نقفل اللينك بدري خلاص فاكر نتكلم اكتر. احنا قلنا بقى يبقى في ترياقه وحاجات وهوبا ونطلع مسرح وننزل وبتاع. لا هو جاي بالمسرح بتاعه معاه وطلع عليه نزل من عليه لوحده. لا لا ما شاء الله ما شاء الله كويس يا محمد. النهارده معانا في الاستوديو المتسابق رقم 9 محمد اسم. لو عايزين تعملوا له فوت ابعتوا له على 015-595-5006 وطبعا معانا في لجنه التحكيم النهارده بوب صالح منورنا في الاستوديو. هنطلع فاصل وهنرجع وهيكون في بقى معانا تحدي قرايه الخبر. خليكم معانا نسمع الكينج محمد منير ونرجع على طول. المتسابق رقم 9 محمد اسم هو اللي معانا النهارده وزميلنا وصديقنا العزيز ايهاب صالح البوب بوبينج. الحقيقه يعني محمد قفل علينا الزاويه تماما. احنا كنا داخلين نشوط ببطن رجلنا في البعيده محمد قفل الزاويه وطلع وحلق علينا وطلعها بره. طيب احنا دلوقتي في اللقطه او يعني احد التحديات هي قرايه الخبر. هل انت جاهز؟ ان شاء الله. مش بوبينج عايز تديله اي حاجه قبل ما يبتدي يقرا؟ اجيب لك شويه ميه عشان بقالك شويه. بعد اللينك ده هيبقى عندك بريك لطيف عشان بعديها يبقى تقديم البرنامج بتاعك. خلاص انا هغير لك برضو المزيكا اللي في الباك جراوند شويه علشان ايه بلاش السسبنس ده وعيش حياتك يا محمد. واحنا هنعلق بقى بعد ما تقول الخبر بتاعك. يلا بينا. احتفل الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بانجازات النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال مسيرته الكروية من نجريج قريته الصغيرة
بمركز بسيون في محافظة الغربية بمصر وصولا إلى العالمية، وده بإطلاق فيلم وثائقي بمناسبة عيد ميلاد الفرعون اللي تم عامه 30. والفيلم الوثائقي جاب عنوان مو رمز عالمي، ورصد رحلة صلاح الأسطورية مع السحارة المستديرة وأهم مراحل الفرعون وأهدافه مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة للقطات من قريته نجريج ومقابلات مع جماهير ليفربول وبعض النجوم اللي اتكلموا عنه. وعلى جانب تاني، كشفت التقارير الصحفية إن مسؤول نادي ليفربول واثقين من ثبات مستوى النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم اللي جاي، رغم إن الموسم الأخير من عقده مع النادي الإنجليزي، والثقة دي نتيجة للمستوى الكبير اللي أظهره صلاح الموسم اللي فات لما فاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج في الموسم اللي فات مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام برصيد 23 لكل منهم. وكمان كسب جائزة أفضل صانع ألعاب برصيد 13 تمريرة حسمة. ليفربول متخوفين من رحيل نجمه الأول محمد صلاح اللي سجل 254 مباراة. ليفربول متخوف من رحيل نجمه الأول محمد صلاح اللي سجل 254 ليفربول متخوف من رحيل نجمه الأول محمد صلاح اللي سجل في 254 مباراة في جميع المسابقات لفريق يورجن كلوب و156 هدف و63 تمريرة حاسمة. بوبينج، انا بص اقول لك الحاجة، انا مش هخش في حتة اللخبطة وبتاع، ما بحبش اخش فيها خالص، بس اقول لك الحاجة، انا في جزء كده وانت بتقرأ انا قررت ان انا اقفل عيني عشان احاول احس. انت صوتك طبعا مش هنختلف عليه، ما ينفعش نختلف عليه، وقراية تمام زي الفل، بس حسيت بمنوتني، حسيت ان هو مونوتون شويه، ما حسيتش ان انت يعني ده خبر كوره، خلي بالك فاهم، فلازم حماس فيه ولازم تطلع وتنزل كده وتوديني وتجيبني وبتاع، حسيت ان انت يعني بتقرا. انا غيرت فيه والكلام ده كله، وفعلا مش هخش في حته الوقفات دي خالص، عادي ده طبيعي بيحصل، كلنا بنعمل كده. اتفضل يا مري. يارا بقى بص يا بوب، انا كنت حاسه ان في الاول الخبر كان فيه الاب والداون كتير، يعني بيطلع وينزل بصوته، جه على نص الخبر بقى مونوتون شويه، يعني عشان المطب اللي حصل تقريبا ده اللي حصل. يعني هو في الاول كان تمام، يعني دخله قويه، وبعديها بشويه متهيالي لما ابتدت بقى الدنيا تتلخبط قدامك أثر شوية على الأداء أو الدليفري بتاعك. صوتك أكيد جميل جدا، كان في بتوقف كتير قوي في النص، البوزات بتاعتك كتيرة جدا، لو أنت بتسجل دي ما فيهاش أي مشكلة عادي جدا، بس لو أنت على الهوا دي ممكن تبقى مشكلة. يعني لو تسجيل أنت أدت وكل حاجة زي الفل، بس أنت بقى لو على الهوا وبتعمل برنامج وجالك خبر وقريته وحصل الوقفات الكتيرة قوي دي هتفصل أي حد، فاهم قصدي إيه؟ بس دي الحته. انا شايفه ان انا عجبني طبعا ان انت حبيت ان انت تقول الخبر بطريقتك، انا دايما بشجع الطريقه دي، يعني ان احنا نطلع نقعد نقرا الخبر، بس انت قعدت تفكر كتير قوي، قعدت تفكر ازاي ودي حصلت وشفناها تقريبا كان امبارح مروان ولا اول مش فاكره برضو يعني ده اللي بيحصل ان المخ بيبقى ابطأ من البق فاهم، فبيحصل عطله في الحته دي، يعني الارقام لو كانت ملخبطات كان ممكن بكل سهوله تكتبها على جنب فاهم، لان انت الخبر مش اول مره تشوفه صح دلوقتي صح، علشان لو انت من الاول كانت الارقام دي ودي محطوطه هنا لسبب فاهم، فلو هي لخبطتك لا اكتبها كرقم وقولها عادي جدا، لان انت كنت بتقوله بطريقه عاديه بطريقه درجه بطريقه لطيفه، فما كانش فيها اي مشكله. كنت عايز تقول ايه يا بوبس؟ لا انا مع ان هو يريفريز او يغير، عشان ده فعلا انا كنت بتابع الفتره اللي فاتت، في ناس تحب تقراها زي ما هي، بس انا النقطه ان هو عمل كده فعلا، عمل ريفريزنج، بس انا وانا بسمع حاسه برضو بيتقري علشان الطريقه بتاعته. أيوة الدليفري بتاعته. طب عايز اسالك سؤال يا ايهاب، انت حسيته بيتقري ولا حسيته، عشان انا الاحساس ده في واضح ان عندنا مشكله مع كذا حد في حته ان انا حاسه ريبورت، قرايه ريبورت مش قرايه خبر. يعني انا متخيل ان انا بتفرج على ريبورت في التلفزيون دلوقتي عن صلاح، ايوه، وده الناريشن بتاعه. اقول لك حاجه، خلاص انا وصلت، عارف انا هحاول الخصها لك، هي مش متقاله نجوم افهم،
مش متقلق بالستايل بتاعنا. مش متقلق، مش متقلق احنا بالستايل بتاعنا. يعني يعني انت مش هتقوله كده، انا مش عارف اقوله اصلا. طيب وخلينا نتجاوز كمان دي عشان ندي الراجل برضو مساحة يعني لا بأس بها، بس انا حسيته دي المشكلة دي محمد مش عندك، عند كذا حد من المتسابقين اللي فات. انا حاسه ناريشن، حاسه خبر لريبورت، انت بتقرا ناريشن لريبورت عن محمد صلاح بيتزع قدامي على الشاشة. في فرق ما بين ان انا بقرا خبر، انت قريته كويس جدا، انت لو قعك التقديم والتأخير اللي في اخر جملة فهو ده، ودي مشكلة ان انت نفس فكرة الترجمة الفورية اللي بيترجم on the spot في ساعتها، عينيه بتقرا وذهنه بيترجم، فانت عينيك بتقرا وذهنك بيترجم للعاميه. خطر شويه يعني، لو انت شاطر فيها تمام العبها، بس فيها نسبه خطوره، فالاحسن دايما نكتب خصوصا في حاجه تحدي زي دي، في حاجه ومليانه ارقام ومليانه النقطه برضو اللي قالها ايهاب فاليد جدا، ده خبر عن صلاح وانجازاته بتاع حماس. محتاج شويه. طيب احتفى محمد صلاح، الاتحاد الدولي للفيفا احتفل بمحمد صلاح لانه عمل وقت، وده اللي خلاه واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في ليفربول. ليفربول نفسهم قالوا عليه مش عارف ايه، عايز احس كده انت قريته كناريشن، فخد بالك من الحته دي. ما تعتمدش على قوه الموتور عندك، انت برضو محتاج مانوفرنج طبعا، زي ما طبعا اتفقنا كده، كنا بنهزر معايا برضو عشان الناس تبقى فاهمه، احنا الموتور هو صوته، فالموتور جامد ما شاء الله اهو، بنمسك الخشب وبنخبط عليه، بس لازم تعرف امتى تقرص وامتى تهدي وامتى تلم الدنيا. انا مع مروان قوي في دي يا محمد، خلي بالك وخصوصا في تقديم البرنامج، علشان ما تقعش في حته ان انت لما تيجي تقدم برنامجك نلاقيك بتتكلم بطريقه مصطنعه او طريقه الفي او مش بطريقه محمد البني ادم العادي الطبيعي. خلي بالك من الحته دي، يعني اللي انت بتعمله ده هايل، لو جينا بنعمل ريبورت على السوشيال ميديا ولا حاجه هتتعرض على التلفزيون اعمل كده، ما حدش هيقول لك بم زي الفل، بس على الهوا خلي بالك من الحته دي بس.